ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. جايب لك النهارده حل مشكله التعليق العربي في لعبه فيفا 19، ده زائد كمان اضافات واتم اوجه جديده للمود الاخير اللي احنا عملنا عنه فيديو قبل كده. قبل ما اتكلم في اي حاجه، ما تنساش اللايك والشير للفيديو، ويلا بينا نخش في التفاصيل. في البدايه هتحمل التلات ملفات دول. هنروح على اول ملف، ده اللي فيه حل مشكله اللغه العربيه. هتفك ضغطه وهتاخده، هتروح على ملف اللعبة وهتعمل لصق وهنتوافق على استبدال الملف، وبعد كده هتروح لتاني حاجة وهي السكواد. حبينا نخلص منه من البداية كده، هنفك الضغط وهناخد السكواد وهنروح على المسار ده. طبعا في فيديو انا عامله قبل كده للمود ده عشان تعرف التفاصيل كاملة، هيكون موجود في أول تعليق أو موجود في الديسكريبشن. هتضيف وتوافق على الاستبدال، ودي الإضافات المهمة اللي لازم نضيفها مع بعض في الفيديو ده. طبعا ده المود القديم زي ما قلت لك. إن شاء الله الفيديو هيكون موجود في حرف الآي فوق عندك على الشاشة، أو موجود في الديسكريبشن أو في أول تعليق. طريقة التركيب موجودة في الفيديو، فأتمنى إنك تراجع الفيديو وما تضيفش الملفات دي لوحدها. هتروح على المود بالشكل ده كده، ما تفكش ضغط وهتعمل اوبن. هيركب عندك بالشكل ده كده. كل المطلوب دلوقتي مننا ان احنا نرتب الملفات دي. طيب نرتبها كده مع بعض وبعد كده هنرجع نتكلم. بالمناسبة انا هاخد لك سكرين شوت على الترتيب كامل وهضيفه ليك علشان تقدر تعمل نفس الترتيب ده عندك، علشان ما يحصلش اي مشاكل معاك في اللعبة. وبعد كده هتفتح الاكستريم انجكتور وتعمل لانش للمود. اللعبة هتفتح معانا بالشكل ده. بالمناسبة يا جماعة، اللغة العربية فتحت معانا عادي خالص اهو، وادي كمان اللعبة بتفتح معانا اهو. هتروح على تخصيص وبعد كده تروح على تحميل الفرق. بالنسبة للانتقالات، خلاص دي اخر انتقالات حصلت، يعني بتاريخ 1/9 كل الانتقالات معمولة، 1/9/2023. بالنسبة لمحبين الدوري السعودي، زي ما انتم شايفين اخر انتقالات اتعملت. ونبص على التعليق عربي خلاص، واسيبكم مع جيم بلاي للعبة. اتمنى الفيديو ده يعجب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. سيداتي يا نساتي، سادتي، اهلا بكم اينما كنتم. هذه تحياتي، محدثكم فارس حوض، وموعدنا مع مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا في قمة مرتقبة من كل عشاق كرة القدم، في مباراة تجذب اهتمام اعلامي كبير جدا حول العالم، ونتمنى بان تكون على قدر التوقعات والامال. مباراة كبيرة تنتظرنا اليوم، يلعب العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي المرينج ريال مدريد. أتوقع بأن نشاهد مباراة رائعة بين فريقين من الأفضل في العالم. ستكون منافسة قوية، أكيد سيكون من هناك دوافع الفريقين بأن يثبت كل منهما بأنه أفضل من الآخر. التشكيلة اللي يبدأ فيها برشلونة مباراة اليوم، الفريق هنا يلعب بطريقة 4-3-3 التقليدية واللي تعتمد على الأجنحة في لقاء اليوم.
2019 أصبح ريال مدريد أول نادي إسباني يصل إلى 100 نقطة في الدوري المحلي في إنجاز تاريخي للنادي بعد أن قدموا موسم كبير توجوا فيه باللقب على حساب غريمهم التقليدي نادي برشلونة. فريق ممتاز في مسألة الضغط العالي في كل مكان في أرضية الملعب، عند فقدان الكرة يتحول تكتيك الفريق سريعاً بالضغط والجري في الكرة في كل مكان حتى لا يعطي الخصم أي وقت ولا مساحة للتفكير ولا للتمرير بشكل سليم، وبالتالي يحصل الكرة مرة أخرى.